ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد التأثير بوسائل التواصل الخاصة فينا اللي دائما أكيد نحب نقول لكم أنه يسعدنا تواصلكم من خلالها. وقفتنا الأولى عن الدور الاجتماعي لمراكز الأحياء، حيث تمثل مراكز الأحياء مظهرا حضاريا للعمل الاجتماعي والثقافي والترفيهي أيضا، وتسعى لتحقيق رسالتها الاجتماعية للارتقاء بأسلوب حياة أفضل ومستوى أيضا الحي والعلاقات الاجتماعية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المستشار الشيخ سعد القرشي، وهو رئيس مركز حي الفيحاء. هلا وسهلا فيك أستاذ. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. هلا وسهلا فيك. يعني في البداية أستاذ سعد، خلينا نتكلم عن مركز الفيحاء في المنطقة، وما هي أهمية هذه الفعاليات المقامة لهذه المراكز وهذه الأحياء أيضا؟ الحقيقة أول شيء بسم الله والحمد لله، يشهد هذا اليوم الأربعاء الموافق 24/7 إقامة ديوانية بمركز حي الفيحاء. هذه الديوانية تحت اسم بصمة وفاء وتحت شعار تكريم الرواد واجبنا. بطبيعة الحال مركز حي الفيحاء حصل على المركز الأول في برنامج ثقافة الحي الذي أقامه نادي مكة الثقافي الأدبي بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمكة، وقد حاز صدارة هذه المسابقة ونال جائزتها من يد معالي أمين العاصمة المقدسة. وفي هذا اليوم تقام ديوانية لتكريم شركاء النجاح في برنامج ثقافة الحي وكذلك مجلس الإدارة السابق. طبعا هذا له أثر في نفوس أهالي الحي لما فيه من التواصل الاجتماعي ما بين أفراد الحي وما بين أعضاء مجلس الإدارة إن كانوا السابقين أو الحاليين، الذين تطوعوا لخدمة حيهم الذي هو جزء من البقعة المقدسة مكة المكرمة التي هي عزيزة على قلوب المكيون كافة. هكذا يعني هو برنامجنا لهذا اليوم ديوانية بصمة وفاء. شيخ سعد، أتوقع أنه يعني الاهتمام منصب في أنكم تقدروا أنه يكون هذا اليوم يعني يوم مثالي، وأكيد عندكم أنشطة وفعاليات مرتب لها ومنظم لها، حابين نعرف إيش الأنشطة والفعاليات المقدمة في هذا اليوم؟ والله الحقيقة الأنشطة هي طبعا حيبدأ من بعد صلاة المغرب التقاء الأهالي في ديوانية بصمة الوفاء بالتعارف فيما بينهم ومناقشة أوضاع الحي، احتياجات الحي، احتياجات الأفراد. سنعرض هذا اليوم برنامج مجلس الإدارة لما سيقدم من كيانات مجتمعية، لما سيقدم من برامج ستنفذ خلال نهاية العام الهجري هذا وخلال الأشهر هذا في شهر رمضان وفي شهر شعبان وفي شهر ذو الحجة، من رفادة الحجاج ومن استقطابهم إلى الحي ورفادتهم، أمور كثيرة. يتخلل البرنامج أيضا في هذا اليوم كلمات من القصائد الشعرية في الحفل الخطاب الذي سيبتدئ بعد صلاة العشاء مباشرة، وأيضا كلمة للأهالي وكلمة للمكرمين، ويكون أيضا تسليم عضويات الشرف لمجلس الإدارة لبعض أعيان الحي ورجال الأعمال بالحي لتحفيزهم للمشاركة في العمل التطوعي. جميل جدا. طيب شيخ سعد، خلينا نتكلم عن أهمية مراكز الأحياء للأسرة، يعني ما مدى أهميتها وفي ماذا تفيد الأسرة إقامة تلك المراكز؟ مراكز الأحياء في السابق كان العمدة يقوم بهذا الدور، يعني كان العمدة هو دور اجتماعي، دوره منخرط ما بين الأهالي، لكن يعني أصبح الآن دوره دور وظيفي، يعني يقتصر على أمور. فمن هذا المنطلق يعني جاءت الفكرة من لدن صاحب السمو الملكي الراحل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وتبلور هذه الفكرة ودعمت الحمد لله بقرار مجلس الوزراء حتى أنشئت جمعية مراكز الأحياء التي انبثقت منها مراكز الأحياء، يعني بمكة الآن فوق 21 مركز تقريبا يخدموا أهالي الحي، يستقطبون الشباب، يستقطبون الفتيات، يستقطبون الرجال في تعويدهم على العمل التطوعي. طال عمركم العمل التطوعي مشهود له في دول أوروبا وفي دول العالم كلها، وهو عمل يعني اجتماعي، بالتالي مركز الحي هو نواة لحث الأهالي وسكان الحي وقاطنيه سواء كانوا مقيمين أو مواطنين، لتعزيز الوطنية،
التواصل الاجتماعي، في الزيارات، في المواساة، في كل الأمور المجتمعية. فعلا جميل. أكيد هو أيضا العمل التطوعي له دور أساسي في ديننا الحنيف، ويجزى عليه القائم بهذا العمل في الدنيا والآخرة، إن كان من المجتمع ولا حتى من رب العالمين، وإحنا نتمنى لكم دائما التوفيق. ولكن حابين نسألك عن بصمة وفاء، يعني لو تكلمنا عن بإيجاز عن هذا الموضوع. بالنسبة لإيش؟ ديوانية بصمة وفاء. ديوانية بصمة وفاء، احنا اخترنا لها هذا الاسم بصمة وفاء كوننا بداية لمجلس الإدارة الحالي، يعني احنا من 28 يوم تم انتخابنا من أهالي الحي، فنحن نقدم بصمة وفاء للإدارة السابقة ولكل من شارك. جميل. مركز الحي في الإدارة السابقة، الإنجازات والنجاحات التي حققها، هم حققوا المستوى الأول من المطلوب من برامج نفذت، ونحن الآن نستمر في هذا النهج لتعزيز دور مركز الحي. احنا نريد أن نوصل رسالة للجميع بالمشاركة والانخراط في مراكز الأحياء لما لها من دور ولما لها من أجر عظيم عند رب العزة والجلال. صحيح. وولاة الأمر الله يجزاهم خير يعني يدعمون هذه الجمعيات الخيرية والمراكز الهادفة المجتمعية التي تحث على ذلك. ودي أيضا أنتهز الفرصة حقيقة في هذا المداخلة أن أشكر أيضا تلفزيون مكة الذي رحب بتغطية الديوانية في مساء هذا اليوم، وكذلك بعض الصحف الورقية التي أيضا لها رعاية إعلامية لهذا الديوانية، وهذا يدل على اهتمام إعلامنا حقيقة بمثل هذا. وأيضا مداخلتي معكم هذه كانت لها يعني أثر كبير حقيقة ما بين أهالي حي الفيحاء وأهل مكة كلهم، وإن شاء الله صوتنا يصل إلى جميع مراكز الأحياء في المملكة كلها إن شاء الله. أكيد بإذن الله. ولكن حابين نسألك، هل بتلاحظوا في إقبال شديد من جيل الشباب؟ يعني إحنا نعرف أنه اهتمام يمكن الجيل الأكبر بأنه يكون في هذه المراكز وترابط الأحياء مع بعضها، واهتمامهم بأنهم يكونوا فعالين في مجتمعهم، هذا شيء أساسي. ولكن حابين نسأل عن الجيل الحالي، يعني اللي تقدر تقول توهم متخرجين أو داخلين الجامعات، هل في عندهم هذا الاهتمام؟ وهل في عندكم من المتطوعين اللي حابين أنهم يدخلوا في هذا المجال التطوعي من هذا الجيل؟ من خلال تجربتي أنا يعني لي عضوية شرفية في أكثر من فريق تطوعي في مكة، ولم أجد من الشباب المتطوعين إلا من هم من أقسام طلاب جامعة، من أقسام الطب، الهندسة، يعني أقسام علمية، تجدينهم منخرطين في العمل التطوعي. هنالك إقبال كبير جدا من شباب مكة حقيقة وجدة والطائف ومناطق المملكة كلها. نعم هنالك إقبال. المجالس الحالية التي تم انتخابها أنا رأيت يعني وجوه كثيرة يعني حقيقة شابة لديها طموح أن تقدم الكثير والكثير لسكان الحي والرقي بحيهم. نحن عندنا طموح إن شاء الله أن نصبح الحي المثالي بأمر الله، بإذن الله. وعندنا برنامج نعده لهذا بأمر الله عز وجل. شبابنا فيهم الخير، وشباب أكيد مكة فيهم أكيد الخير، وكل شباب المملكة بأمر الله عز وجل. أكيد أكيد. كل الشكر لك. كنت معنا عبر الهاتف المستشار الشيخ سعد القرشي، رئيس مركز حي الفيحاء. كل تمنياتنا لكم أكيد بالتوفيق والنجاح والسداد في هذه الأعمال الجميلة التطوعية الرائعة الخيرية التي أكيد تقوم لصالح مجتمعنا ولصالح مملكتنا الحبيبة. كل الشكر لك. شكرا لكم. شكرا. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. فعلا نشكرهم ويعطيهم ألف عافية.